قرب الجنة والنار بدلالة حديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قد قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب من أحدكم إلى شراك نعله والنار مثل ذلك. وقد أوردنا حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.